السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندس احمد من صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب English with Spata. اليوم مثل ما وعدتكم راح اعمل لكم سلسله الافعال الشاذه باللغه الانجليزيه اللي هي الريجولار فيربس، ولكن مثل ما وعدت راح تكون هذه الطريقه مختلفه من حيث انها قسمت لك اياها بشكل مختلف يسهل عليك حفظها واستيعابها بشكل بسيط. خلونا نتبع معانا. بداية مثل ما قلنا قسمت لك الأفعال الشاذة باللغة الإنجليزية إلى خمس مجموعات بسيطة. الخمس مجموعات يسهل عليك حفظها. خلينا نبدأ مع بعض نشوف شو هي الخمس مجموعات. المجموعة الأولى من الأفعال الشاذة باللغة الإنجليزية هي لما بيكون التصريفات الثلاثة واحدة بدون تغيير. ناخذ مثال hit hit hit. زي ما احنا شايفين الأفعال الثلاثة مثل بعض كتابة ولفظا. أما المجموعة الثانية من الأفعال الشاذة هي المجموعة اللي بيكون فيها التصريف الثاني من الفعل هو نفس التصريف الأول، يعني الماضي نفس المضارع من حيث الكتابة. مثال beat beat beaten. أوكي، إذن هذه المجموعة بيختلف التصريف الثالث فقط. ناخذ المجموعة الثالثة، هي لما بيكون التصريف الثالث هو نفس التصريف الثاني. ناخذ مثال till told told. اذا زي ما احنا شايفين التصريف الثاني والثالث نفس بعض. اما المجموعه الرابعه من الافعال الشاذه هي لما بيكون التصريف الثالث هو نفس التصريف الاول. مثال come came come. زي ما احنا شايفين الثالث بالضبط مثل الاول. ناخذ معانا المجموعه الخامسه وهي الاخيره من مجموعات الافعال الشاذه مثل ما قسمت لك اياها. بيكون الثلاث افعال مختلفين عن بعض. مثال begin began begun. اذا هذه هي خمس مجموعات للافعال الشاذه. اي فعل شاذ باللغه الانجليزيه يقع تحت واحد من المجموعات الخمسه. اليوم في الفيديو الاول معانا راح اخذ معاكم المجموعه الاولى وهي لما بيكون الفعل تصريفاته الثلاثه واحده بدون تغيير. هحاول انطق لك اياها، موجوده عندك بالعربي وبالانجليزي، حاول تتعلم معانا نطقا ولفظا وكتابه. نبدا مع بعض. hit hit hit. hurt hurt hurt. upset upset upset. cost cost cost. cut cut cut. put put put. read read read. set set set. shut shut shut. let let let. split split split. broadcast broadcast broadcast. bet bet bet. spread spread spread. red red red. اذا هذه هي كانت المجموعه الاولى اللي هي مجموعه الافعال الشاذه اللي التصريفات الثلاثه بتكون واحده. انتظرونا في الفيديو القادم اللي راح يكون عباره عن المجموعه الثانيه لما بيكون الفعل الثاني هو نفس التصريف هو نفس الفعل الاول. لا تنسى تشترك بقناتنا English with Spata نفسها على اليوتيوب على الانستغرام وعلى الفيسبوك. انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله. اي تعليق ممكن تكتبوا لي اياه، اي ملاحظه او سؤال بالتعليقات على قناتنا على اليوتيوب، وانتظرونا في الفيديو القادم. تحياتي لكم، سلام عليكم.